دابا هنا حاليا كاينه واحد الارض فلاحيه هنايا، حنا كلشي هنا كيزرعوا فيها الناس الضرع، كيزرعوا فيها سميتو الزرع، كيزرعوا فيها كلشي، كتزرع ديما خضره ديما هذا. جا واحد ما عرفناش قالك حقا راني شريتها، راني حقا خديتها ورا خديت رخصه. كل انا كنعرفو، حنا كنعرفو الا كان خدا رخصه يدار واحد البانو، يتعلق بانو هنا ويدير فيه هنا هذا المشروع. شنو هو اللي غادي يدار هنايا؟ ماشي جاب الردم تراب. هذه حنا 15 يوم ولا 20 يوم حنا كناكلوا في التراب، كناكلوا في التراب، كنتغداو بالتراب، كنتعشاو بالتراب، كنفطروا بالتراب. التراب ولا دخل معانا في مصارنا، ولادنا كيتاداو، كلشي كلشي، كنا مرضنا. وفي الاخر ملي كنجي كنبغي نعيش، شي واحد شي مسؤول يطلع ويشوف هذا الشيء اللي واقع. حتى واحد ما جا، حتى واحد ما ساومنا، حتى واحد ما هضر معانا ولا حاشاهنا ولا دسترنا. فين غنمشيو حنا؟ فين فين غنمشيو؟ فين حنا كنديرو حنا دابا؟ ولادنا مساكن كيمرضوا، هاد الحالات الكارثه. شوف دابا حطوا تما الردم، وشويه دابا اليوم هاد الكاميو اللي جا جاب الزبل. دابا اي واحد غادي يولي عنده الزبل غادي يجي يحطوا لنا تما، ولا تنتشر تما الحشرات والفيران والطوبات وهذا صافي. وهاد الارض مشات مسكينه، كان لي الله، كانت زوينه، كانت الارض هنا زوينه، والناس هنا داخلين سوق روسهم، والناس هنا الله يعمرها دار، الناس في الشكل، والناس دراوش مساكن، لا حول ولا قوه عليهم. النهار اللي بدا هنا هاد الردم هنا، جاهم مساكن وقفوا هنايا، جا هاد المسؤول اللي كان اللي خدا هاد الارض ولاح فيها هذاك الشيء، جا هنا شبع فينا سبان ومعيار. تصلتنا والدينا وكلشي، كلشي تجبد، ورئيس الجمعيه حتى هو ما خلى ما قال ما عارف ما سب فيه. كنطالبوا هاد نعرف ان هاد الشيء باي حق تحط هذاك الشيء تما كاين، باي حق؟ اذا كانت رخصه تعلق واحد البانون، ونعرفوا الرخصه اللي تراها كاينه، واخا تكون هاد الارض ديالو، ما عندوش حق يحط لنا داك الزبل تما. هذا جانا دينا واحد الضج في محلاتنا بهاد الغبره هادي. حنا عندنا مضره في هاد الغبره اللي كاينه ودلينا. حنا قلنا ليه غير دوز مع الطريق هادي اللي ما فيهاش الغبره، وهو كيدوز عنف فينا في هذه. قلنا ليه حبسنا الكاميوات، قلنا ليه ما ودي دوزو من لهنا. قال كاودي ما عندنا ما ندير لكم. قلنا ليه دير الماء، قال لك ما عنديش الماء. قلنا ليه تعمرناش حنا غبره، الناس راه مضرورين من الغبره. حنا ماشي انا راه كلشي تدور، راه كلشي الا انا تدور راه غيدير حاله، الا انا تدور كلشي الماء، كلشي الناس مراد، كلشي مراد بهذه الغبره هذه. يوميا يسوسو نفس المشكل، الغبره الغبره محلات، ولينا سادين علينا. كان عاني يوم هذه الغبره شهرين هو كيلوح في التراب هنا، وكان عاني. كون واش هذا وزين ولا شنو؟ ما عرفنا، هذا ارض فلاحيه ما عرفنا، عندنا شي اخبار عليه واش وزين وش حاجه ولا. المهم جا هو دخل دي حد كيجيب التراب، ارض ما مخلطه فيها زبل، فيها حشاك، فيها كل شيء. ما عرفنا شنو باغي يدير هنايا. اسم احمد رشيد، من الناس المتضررين ديال دوار ولاد حميد بن سعيد، جماعه مولى عبد الله، اقليم جديده. كما كتشوفوا معنا هاد الارض هذه هي ديال الاصل ديالها، ديال التوازه. وهذه كانوا كل واحد كاري منها واحد مثلا، كاين اللي كاري 10، كاين اللي كاري 15، كاين. حنا هاد الارض كاري منها 14 خدام. حنا من عقلنا في الوالد كيكريها، والوالد تاهو كان كاريها الوالد عنده. دابا تقريبا واحد 70 عام ولا 80 عام وهاد الارض كنستغلوا في الفلاح. دابا كنتفاجئوا بواحد بدا كيجي عربني في التراب هنايا. شو راه كاين؟ راه الترافيك كيسوسوه، كيسوسينا التراب تمايا. والديور عندنا راه لا اله الا الله، الديور كلهم عمرو غبراق، فريشات الدار داخل. الدراري ما بقاوش كينعسوا بالليل بالحساسيه، داك الشيء بالحكان بالحساسيه، ما بقاوش كينعسوا بالليل، وكيتخلقوا ليا وكل شيء على حساب هاد الغبره اللي حط لنا السيد هنايا. التراب هذا اللي قرفصوا لينا هنايا، وبغينا نعرفوا التراب ما هو، ما دير شابانو ديال الاشغال، بعدا نعرفوا شنو باغي يدير ولا كذا ولا هذه. ديالنا بانو بانه عنده ترخيص ديال هذا الشيء، بغيت نعرف واش عنده ترخيص ديال التراب اللي كيجي يقرفص فيه هنايا، يدير لنا التراب هنايا، وحنا مضرورين بزاف بالغبره وداك الشيء. هذا راه لا يعقل. هذا مصنع ولا شنو؟ هذا ما عرفتش اخويا شنو، واش مصنع ولا. المهم راه كيجي في التراب وكيحط، حنا مضرورين بهذا التراب هذا. حنا اللي بغى يدير شي حاجه يدير بانو ديال قانوني، يدير بانو والله يسهل عليه، يدير بانو بالترخيص ديالو بالمسائل ديالو والله يعاونه. حنا ما عرفناش، حنا غير بدا كيجي في التراب ويحط هنايا، فهمتي؟ مني هضرنا معاه، مني هضرنا معاه قلنا له ودي راه احترم شويه راه الغبره وكذا وهذه. قال لك اودي شوف، قال لك انا ما تحدانا، حنا راه مضرورين، حنا راه شوف الحاله كيفاش دايره. حنا هذه الغبره راه حنا تكرفصنا، لا اله الا الله محمد رسول الله وصحبه. السكنه ديما هنا وبلادنا هي هذه، وحنا هنا هاد الدنيا هاد الجيران هنا كلشي تقريبا عائله، هادو كلهم قنيتهم راه. الواقع عندنا حنا دابا هو هاد المشكل ديال هاد الشركه اللي جات شرات هاد البلاد، خاصها تلتزم بالقوانين ديالها، خاصها تصوب الطريق ديالها منين تدخل وما تكرفش الناس، خاصها تراعي الناس السكان. السكان خاصهم واحد تهما واحد الالتفاته، واحد العنايه، واحد القيمه تهما، تعطاهم قيمتهم، ماشي تجي انت من اللور
وتدري علينا الغبرة وتدري علينا التراب وتكرفس الناس مكرفسين ديما حوايجهم مسخين ديما تكرفس والطريق هان شحال من عام طريق وحنا كنجريو عليها شحال من عام وحنا كنطلبوا الرئيس اللي جا كنطلبوه باش يصوب لنا هاد الطريق وملي صوبوا لنا الطريق هانشوف الكاميوات اش داروا ليها تكرفست وكرفسوا الناس في اللي قلنا لهم سيدي بغيتي تدخل التراب لوسط بلادك دير واحد الطريق ورشها بالماء ودخل على خاطرك وخرج على خاطرك ما كاينش اللي غادي يحبسك هذا هو المفروض اللي كنقول زي شريتي بلادك مرحبا شغلك هذاك شريتي بفلوسك شريتي بعمالك الله يعاونك تسير تقضي غرضك احنا ما غنحزدوكش وما غنحبسوكش احنا غير تكيس علينا وقضي غرضك صافي هذا الشيء اللي كنطلب هذا هو المطلوب منا احنا ما خصناش نتمحن تقضي شغلك احنا تمحنا في ديورنا في غب بالغبره وبالعجاج وبادي 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 والاخير ديالنا هو هذا الله يهدي مخلقك. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.